اسعد الله صباحكم بالخير متابعين قناة شريك حياتي، واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وطلب زواج جديد. واللي لسه بيشوفنا لاول مرة اتمنى انك تشترك معنا في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد من قناة شريك حياتي. احنا قناة شريك حياتي هدفنا توفير رصين في الحلال بدون اي مقابل، مجرد اشتراكك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد من القناة. احنا بيوصل لنا طلبات زواج وطلبات تعارف بقصد الزواج من جميع انحاء العالم وجميع الحالات الاجتماعية وجميع المراحل العمرية، لزواج مسيار، لزواج شرعي معلى، لزواج التعدد، لتعارف ودردشة جادة بقصد الزواج. فاذا لسه ما اشتركتش معنا في القناة اشتركوا وفعلوا جرس التنبيهات واكتبوا لنا في التعليق مواصفاتكم بكل امانة وجدية ومصداقية ومواصفات شريك الحياة كمان، وان شاء الله يكون نصيبكم عن طريق القناة عندنا. النهاردة انا معايا طلب زواج لعروسة سورية بتطلب الزواج تحت اي مسمى وبتقبل بزواج التعدد. هي ارملة وليس لديها اطفال، عمرها 33 سنة وطولها 165، الوزن 70 كيلو، متوسطة التعليم، بيضاء البشرة، عيونها عسلية وشعرها اسود طويل. تطلب زواج تحت اي مسمى وتقبل بالتعدد. بتقول في الرسالة انا ارملة ثلاثينية من غير عجيان يعني اطفال، ما رزقني الله وليس السبب مني، انا صحتي منيحة الحمد لله، استطيع الانجاب. بيضاء البشرة وزينة الشكل، ناعمة الملامح، ما أرفع صوتي أبدا، صبورة وواثقة من نفسي، مهذبة ومتخلقة وصادقة، وأحب الصدق وأكره الكذابين، رومانسية، وزوجي هو تاج راسي. أريد الزواج تحت أي مسمى وأقبل بالتعدد، للعفة والستر، فأنا ما فيني أكمل حياتي هيك من دون رجل، وأنا لستني في شبابي، بدي زواج تحت أي مسمى وأقبل بالتعدد من رجل زلمة وكفو وأبضاي، ما يخاف وناصر للحق، مقتدر على فتح بيت للزوجية، وإذا كان متزوج فأرجو يوفر لي سكن لحالي للزوجية، بدي يكون زوج محترم وحنون ومتفهم ومتفتح على الحياة بطريقة سليمة، قوي الجسم وعمره مناسب لي، حنون ورومانسي حيل. اتمنى ان شاء الله ان العروسة السورية اللي انا قلت مواصفاتها النهاردة يكون نصيبها عن طريق القناة عندنا. فاذا كانت مواصفاتها بتتناسب مع مواصفات فتاة احلامك، هي سورية ارملة من غير اطفال، عمرها 33 سنة، تطلب زواج تحت اي مسمى وبتقبل بالتعدد، بتتناسب مع مواصفات فتاة احلامك اكتب لنا في التعليق. لكن لو فتاة احلامك ليها مواصفات تانية مختلفة اكتب في التعليق مواصفات فتاة احلامك ومواصفاتك انت كمان، واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد من القناة. وياريت نعمل شير ولايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الباحثين والباحثات عن الزواج او التعارف بقصد الزواج. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.